غرب يا فندم. الوفد معارضته معارضه موضوعيه، معارضه سياسيه، معارضه للصالح العام، وليست مجرد المعارضه من اجل المعارضه او المعارضه بالصوت العالي. عندما يكون شيء الحكومه والنظام السياسي والدوله تعمل من اجل الشعب ولخير الشعب، دور الوفد ان يكون مساندا وداعما لهذا، ومساند للسيد رئيس الجمهوريه. تمام. الوفد لا يتصيد الاخطاء لمجرد الاخطاء، ولكن ايضا عشان يكون هناك مصداقيه. ودور الوفد في الحياه السياسيه منذ نشاته، عندما يكون هناك خطا من جانب الحكومه يجب ان يكون الوفد رايه معلن بموضوعيه وليس بالصراخ العام.